بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن إن شاء الله بنكمل موضوع، وصلنا عند الأكيوت كورونري سيندروم. شو الأكيوت كورونري سيندروم؟ حكينا أي اسكيميك هارت ديزيز يصير في عندي بين، تمام؟ وحكينا البين هذا راح نقسمه إلى نوعين، إما يكون ستيبل أنجينا وإما أكيوت كورونري سيندروم. فالستيبل أنجينا حكينا اللي هي مواصفاتها إنه يكون في بين بس إيش؟ with exertion، مع الاكزيرشن بصير في بين، وريليفد باي ريست، مضبوط؟ ويكون طبعا اكيد نفس مواصفات اللي هو الانجينا او الاسكيميك بين اللي هو ريتروسترنال بين، ممكن ريديتد للنك للجو للليفت هاند للليفت ار و و و. اذا انه ما كان ستيبل انجينا، ما في المواصفات هاي الثلاثه اللي حكيناهم، بده يكون ايش؟ اكيوت كورونري سيندروم. طبعا زي ما حكينا بدك انت تكون متاكد انه هسه المصدر الهارت هو اسكيميك هارت بين، يعني تستثني كل الشغلات اللي حكيناها قبل، تستثني انه يكون ماسكو سكيلتال بين، تستثني انه يكون عندك اورتيك دايسكشن، تستثني انه يكون عندك اي شيء من اللي حكيناه، تمام؟ لكن الان انت متاكد انه اسكيميك هارت بين لكن ما فيه مواصفات الستيبل انجينا. This is acute coronary syndrome. شو الاكيوت كورونري سيندروم؟ اكيوت كورونري سيندروم اكثر من شغله، اكثر من شغله هسه راح نجيهم بالضبط. acute coronary syndrome describe ايش؟ of thrombotic coronary disease. thrombotic coronary disease including ايش؟ هو range، تمام؟ including ايش؟ سجل عندك او لا لا سجل عندك، هي موجود. اول شيء في عندك اسمه unstable angina. unstable angina شو اللي بيفرقني عنها وعن stable angina؟ unstable angina تحدث at rest، اتريست بتصير انستيبل انجينا، تمام؟ خطيرة. ليش خطيرة؟ لأنه أسوأ من الستيبل انجينا بكثير، تمام؟ لأنه الستيبل انجينا ما بتصير إلا مع الإكزيرشن، بينما الأنستيبل انجينا مع الريست أنت إذا صار في شوية إكزيرشن راح تتطور الأمور وممكن يصير عندي أم أي، مظبوط؟ الشغلة الثانية اسمها نون أس تي إليفيشن أم أي، نون أس تي إليفيشن أم أي، والأخيرة اللي هي إيش؟ أس تي إليفيشن مايوكارديال إنفاركشن. هذول الثلاث تقدر ترتبهم على الترتيب، تمام؟ ترتبهم من الاقل للاكبر، انستيبل انجينا، نون اس تي اليفيشن، اس تي اليفيشن. اليوم ان شاء الله راح افرجيك موهبتي الفنيه بالرسم، اللي هي مش اي واحد يقدر يرسم الرسمه، تمام؟ فعندك هون لما نيجي نحكي انه هي اليومن او هي ارتري هارت الكورونري ارتريز، ماشي؟ في عندك هون اللي لونه احمر غامق، هذا هاي ايش؟ خلينا نحكي اللي هي البلاك او يعني الاثيروسكلوتيك بلاك او ثرومبوس الموجود عندي هون. اللي لون ابيض اللي هو اللي ما تبقى من اليومن بعده فاتح، تمام؟ فهون لما نيجي على هاي شايفين قديش اليومن فاتح، في تسكير كبير لكن لسه في مجال، لسه في اليومن وبيدخل البلد منه. المنطقه هاي لسه اقل اليومن الموجود عندي، والمنطقه اللي هون يعني totally occluded by الثرومبس او الاثيروسكلوروتيك بلاكس اللي موجوده عندي بالشرايين، تمام؟ فلو اجيت انا بدي ارتبهم، فهاي شو بدي اسميها هون؟ بما انه هاي هيك في مجال وفاتحه وكذا، واحنا قاعدين نحكي عن الكورونري اكيوت كورونري سيندروم، فهاي راح تكون ايش؟ انستيبل انجينا، تمام؟ فهاي راح تكون ايش؟ انستيبل انجينا، ماشي؟ This is unstable angina. So unstable angina اليومن هاي قديش فاتح. إذا اليومن صار لسه أضيق وأضيق، هاي اللي بسميها إيش؟ non ST elevation MI. non ST elevation MI. شو non ST elevation MI؟ إنه اليومن صار كثير ضيق، ماشي؟ يعني بعد شوي إذا سكرت هاي راح يتحول إلى إيش؟ الى انه totally occluded، وهاي اللي بسميها ايش؟ بسميها ST elevation MI، تمام؟ ST elevation MI. طبعا سريع على صوت الماوس هيك، ماشي؟ فلو جيت اقسمهم انا هي قسمتهم، اذا في عندي اول شيء ال unstable angina non ST elevation MI وبالاخير ST elevation MI، تمام؟ وبالتالي قسمهم حسب السيفيرتي. طيب هسه راح نحكي بس كم من شغله حتى اقدر اميز الامور. هسه بحكي لك الـ unstable angina والـ non ST MI غالبا بيجوا ايش؟ نفس الاعراض، تمام؟ بصيروا at rest، مضبوط، وفي عندي occlusion،
ماشي، وممكن على السريع انهم يتطوروا الى ايش؟ الى كومبليت ام اي، خلاص يصير عندي ام اي ومشكله. وكيف بدي افرق الان ستيبل انجينا عن نون ستريس ام اي؟ هم اصحاب ومع بعض بصيروا وبيشبهوا بعض كثير، لكن في فرق بينهم. انه هسه لو انا عندي تشو من الهارت وانت قطعت البلد سبلاي عنه او قللته كثير، هسه راح تقلله لنسبه معينه انه الهارت ماسل او المصل سيلز الموجوده عندنا المايوكارديا سيلز بالاخير بتسوي ديستركشن، تموت لانه نقص عندها ادويه ونقص الاكسجين، وبطلع منها من داخلها ايش؟ الانزيمز، الانزيمز اللي هو كرياتين كاينيز ام بي سي كي ام بي، وعندنا تروبونين اي. تمام، تروبونين اي بفيدني اكثر، ماشي، فهذول بيطلعوا الانزيمز، بس ما راح يطلعوا عند اي تسكير بسيط، ما بيطلعوا الا اذا كان significant closure او significant occlusion للبلود سبلاي اللي وصل. مظبوط، فبالتالي لو جيت اميز بين النون ستي الفيشن ام اي والانسيبل انجينا، مين تتوقعوا انه يطلع من الانزيمز عند مين؟ عند هاي ولا هاي؟ اكيد راح يطلع الانزيم عند اللي يا دوب وصل دم شيء بسيط، بالتالي هاي اليوم كثير ضيق، بالتالي الانزيمز بيطلعوا من الان اس تي ام اي. ماشي، هاي مهمة. إذا فرق بين الـ Unstable Angina والـ Unstable، الـ SCMI بيطلع الإنزيم أكيد، يعني إذا هاي طلع إنزيم ما بده يطلعها. تمام، هون خلينا نرجع ونشوف. إذا حكينا رينج من الشغلات الثلاثة هاي، طبعا الشغلات الثلاثة هاي حكينا تقريبا بيشبه بعض. بحكي لك انه الاكيوت كورونري سيندروم او الاي سي اس، اذا شفت اي سي اس فهو اكيوت كورونري سيندروم، هاي هم الثلاثه هذول فريكونتلي سيميلر، بيشبهوا بعض حكينا. تمام، فبالتالي انا لازم افرقهم عن بعض. كيف بدي افرقهم عن بعض؟ ديفلوب ديورينج اكسيرشن اند ريزولف ات ريست. شو هاي بدها تكون؟ شو هي الانجينا اللي بتصير مع الاكسيرشن وريزولف ات ريست؟ ممتازين، ستيبل انجينا، حكينا اسكيميك هارت ديزيز اما ستيبل انجينا، اذا مش ستيبل انجينا مواصفاتها هاي اذا اكيوت كورونري سيندروم. اكيوت كورونري سيندروم ديو تو ايش؟ كورونري فيسل اثيروسكلروتيك اوبستراكشن، زي الرسمه الفنيه اللي قبل شوي شفناها. تمام، الناتشورال كورس يكون في عندك بلاك تراكمت على مدى كبير وستيب وايز، صار تراكم 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 تراكم. تمام، لكن احيانا بقعد يحكي لك انه بالنسبة للأكيوت كورونري سيندروم بما انه بصير فجأة وصدر لي، بحكي لك انه هاي ما بتكون يعني نتيجة انه تراكمات على مدى السنين، هاي بتحدث نتيجة ايش؟ جلطة فجأة بصير. كيف مات بجلطة؟ كيف مات بجلطة؟ طب ما كان عنده أعراض من قبل؟ ما كان ايش؟ بيقول لك لا، لكن أحيانا تكون هيك وهيك. فهو من الأمراض بيقول لك not preceded by sleep wise، بس انه هي ايش؟ غالبا بتكون characterized by plaque disruption، يعني في بلاك وفي تراكمات على مدى السنين، لكن هاي التراكمات بصير ايش؟ disruption لجزء منها وبتسكر الشريان، او بيكون في عندنا ميورال ثرومبوسز. ميورال ثرومبوسز يعني من الوول تبع الهارت بصير في عندك ثرومبس بتروح تسكر البلد فيزل. تمام، لكن برضه ممكن تكون as ايش؟ step wise accumulation لفتره طويله. acute coronary syndrome pathogenic rate limitation أو limiting mechanism of acute coronary syndrome appear in acute thrombosis acute and resultant obstruction of coronary lumen. حكينا بس في تسكير اليوم، تسكير بسيط تسكير بسيط unstable angina، تسكير أكثر non ST elevation، تسكير بالمرة ST elevation. تمام، الان بحكي لك الكلاسيفيكيشن وهيك كيف بدي اميز وما بعرف ايش. اي سي جي از ذا موست امبورتنت كلين، بعمل اي سي جي ببين عندي هل هي اس تي اليفيشن، واذا ما في اس تي اليفيشن بشوف ايش الانزيمز. هسه راح نشوف الرسمه، طلع الرسمه الحلوه. اكيوت كورونري سندروم تعمل اي سي جي شو ببين عندك؟ اما اس تي اليفيشن او نو اس تي اليفيشن. إذا ST elevation مع السيرة بدك تعرف إنه this is ST elevation أم I، مظبوط؟ بينما إذا no ST elevation بدك تتوقع شغلتين، unstable angina أو non ST elevation أم I، مظبوط؟ بالتالي شو اللي ميزنا حكينا؟ cardiac markers. تمام، بشوف ال cardiac markers
إذا ما بين في cardiac markers this is unstable angina. إذا في cardiac marker this is myocardial infarction اسمها non-ST-MI. مظبوط؟ فلو نيجي هون مثلا كمان لشوف شغل ثاني وأحكي لك الـ ST elevation MI و non-ST elevation MI. بما أنه في ST elevation بالـ MI برضه دائما لما يكون في ST elevation أول إشي ممكن يبين كمان عندي شغلة اللي هي الـ Q wave. شايفين الـ Q؟ Q شوي نازلة تحت هون. مظبوط؟ فالـ Q wave بتبين عندي برضه بالـ MI. إذا شفت Q wave فبرضه هاي إيش؟ يعني MI. أما إذا ما شفت Q wave برضه إيش؟ هاي ممكن تكون نون اس تي. يعني بالمختصر انه بيحكي لك اما يبين في عندك اس اليفيشن مع كيو ويف او ما في اس اليفيشن معناته ما في كيو ويف. تمام؟ واضح؟ هسه بالنسبه لدراسات عملوها بحكي لك انه هون هاي فوق شوي بحكي لك انه الليجنز اللي لما عملوا دراسات بحكي لك انه الانجيوغرافيك داتا سبورت ذات كونسبت ذات نون كريتيكال ليجنز account for majority of ACS. يعني أكثرها بتكون non-critical lesions. نيجي الآن للأخوان الحلوين هذول unstable angina وال non-ST elevation MI. يقول لك هو closely related. تمام؟ نفس الشيء تقريبا. ماشي؟ بس إيش بيختلفوا شوي بالريسك، والريسك ممكن يكون atherosclerotic cardio coronary artery disease. Present increased risk of death and MI. يعني رح يموتوا هذول على الأغلب، يعني مش على الأغلب، يعني خطير كثير وممكن يصير عندك MI وDeath. وعند Death من MI شو سببه؟ شو سبب Death من MI؟ اللي حكى أريثميا ممتاز. الأريثميا هي السبب of death للMI. يعني بصير في عندك ventricular arrhythmia fatal ventricular arrhythmia ممكن، وبالتالي بيموت المريض من cardiogenic shock. فإذا ما كانت الMI very سيفي يعني ماخذة منطقة كثير كبيرة، كم تفوت منطقة كثير كبيرة برضه يصير في عندك كارديوجينشن. ماشي؟ الـ NSTMI more severe than ايش؟ انسير انجين حكينا، لأنه بصير فيها التسكير أكثر. بصير في عندك ايش؟ اسكيميا بروديوس دامج ديتكتبل باي بايوكيميكال ماركرز. حكينا اللي بيميزنا عنهم انه الـ NSTMI elevation MI بيكون طالعات تروبونين والسي كي ان دي. إذا شوف شو بحكي لك، إذا نو ديتكتبل سيرم ماركرز ل 12 ل 18 ساعة معناته هذا المريض ايش؟ انستيبل انجين. واضح؟ لأن الماركرز بدهم يعني حوالي 6 ساعات وأكثر، صح ولا لا؟ طيب هون بحكي لك استنى يا سيدي ل 12 ل 18 ساعة. أنت الوضع الطبيعي مش إنه بتستنى، يعني أنت بتشوف تقيم الحالة تحاول تلحق الحالة بأقرب وقت ممكن. ماشي؟ لكن بحكي لك إذا في أم أي إذا في chest pain وما في markers لأكثر من 12 18 ساعة this is unstable angina. طبعا اثنين تقريبا بتعالجوا بنفس الشيء تقريبا، راح نيجي إذا في أي اختلاف بينهم قدام. تمام؟ إذا الإنزيم هو اللي بيميزني distinguish between unstable angina وال non-ST. تمام؟ هسه نيجي لشغله اللي هي thrombolytic therapy is beneficial in patient with ST elevation MI. ST elevation MI لسه ما اجينا. مظبوط؟ بحكي لك هون thrombolytic therapy بستخدمها بال ST elevation MI، بس ما بستخدمها بال unstable angina او ال non ST. ماشي؟ ممكن تكون harmful. يعني لو اجي على الرسمه اللي هون مثلا، هذول اثنين بيميزنا عنهم، بيميزنا بيناتهم الماركرز. هون الماركرز بيكونوا مرتفعات، الـ ST elevation برضه الماركرز مرتفعة، بس بفرقني بين هاي وهاي الـ ECG. هون في ST elevation، هون ما في ST elevation. شغلة ثالثة، هون بستخدم thrombolytic agents حتى أشيل الخثرة هاي، هون ما بستخدم. واضح؟ مهمة هاي جدا. إذا هاي أول شغلة كمان مهمة، إنه ما بستخدم الـ thrombolytic agent عند هذول الثنتين. لأن الستيبل أنجينا بسموها اسم ثاني كريشندو. كريشندو يعني ايش؟ الصاعد المتفاقم. ليش؟ لانه في increasing the severity والفريكونسي duration angina showing increasing resistance to nitrate or angina occurring. شو يعني كريشندو؟ يعني بيكون عندك unstable angina تعطيها ايش؟ nitrate، تتحسن شوي بعدين بتزيد بعدين بتزيد بعدين بتزيد. لانه ايش قلنا؟
الانسجه الانجيال ممكن بعدين يتحول الى ايش؟ يزيد الانسداد ويصير لنا السيليفيشن، مظبوط؟ عشان يسموها كريشندو. انت شفت كريشندو، this is unstable angina. ماشي، شوف في شغله مهمه جدا، نخاف من unstable angina خصوصا اذا كانت new onset angina. يعني بيجيك واحد كيف انا عمره ما صار عندي chest pain، امبارح وانا متمدد صار عندي سيفير chest pain، وبحكي لك اوصاف اللي يعني ischemic heart disease. ماشي، ف وتيجي تعمل له اي سي جي ما ببين عنده على الاي سي جي شيء، فمعناته ايش هاي اللي تكون؟ لتكون ايش؟ ممكن unstable angina او السي elevation امان. فهذا المريض لازم تدخله على المستشفى. ماشي، لازم تدخله وين؟ على المستشفى. طيب لانه بيقول لك any new onset angina as unstable. دائما اي new onset angina this is unstable angina، خصوصا اذا ايش؟ اذا بالريست. طيب تمام، وشو سببها؟ سبب rupture of black وبتسكر. بيقول لك about one third of patient clinical syndrome of unstable angina will already have coronary thrombosis on catheterization. عملوا catheterization بلاقوا انه في thrombosis ومسكر، لانه زي ما انتم شايفين هون بالصورة هاي في thrombosis مسكر. ماشي، بس هاي اللي فاتت. فبحكي لك untreated unstable angina progress to MI. حكينا طب قديش progress لل MI؟ قديش تقريبا كلهم؟ لا مش كلهم، نصهم. 50% من الكيسز اللي ان تريتد ان ستيبل انجاين راح يتحولوا الى ام اي. تمام، فهون الجمله الشهيره اللي هي ان ستيبل انجاين شود بي هوسبيتالايزد فور اي سي يو انتنسيف ميديكال تريتمنت. بدك تعطيه برضه يعني بدك تدخله على الاي سي يو، او اذا ما دخلته على الاي سي يو بدك تعطيه انتنسيف ميديكال. ماشي، موست بيشنت وذ ان اس سي اليفيشن هاف نورمال فيزيكال اكزامينشن. يعني الفيزيكال اكزامينشن ما بشوف لي عندي ايش اي مشاكل. بس شو بحكي لك؟ ممكن شو انه يكون في عندك ايش؟ ابنورمال اي سي جي. ماشي، ابنورمال اي سي جي زي ايش؟ ممكن اس تي سيجمنت ديفيشن او نيو تي ويف انفيرجن. تمام، نيو تي ويف انفيرجن اكثر من 2 ملم، اس تي ديفيشن اكثر من نص ملم، will confirm the diagnosis. بس غالبا ال اي سي جي، شو ال اتش سي جي؟ انا حكيت اتش سي جي، ال اي سي جي انا قصدي ال اي سي جي may be normal or show minor changes in up to ايش 50%. فلا تتوقع دائما انك تلاقي اي شيء، لكن اذا كان حظك حلو ممكن تلاقي اس تي ديفيشن. تمام، او نيو تي ويف انفيرجن. تي ويف صار لها ايش؟ انفيرجن. طيب وين ممكن الاقي تي ويف؟ لو لقيت مثلا تي ويف انفيرجن مثلا بال، خلينا نحكي بالاي في ار ولا بالفي 1 على الاي سي جي، ممكن اعتبرها نن اس تي الفيشن ام اي؟ لا، لانه الاي في ار والفي 1 نورمالي تلاقي تي ويف انفيرجن بالاي في ار والفي 1. ماشي، طيب دقيقة، شو يعني اس تي سيجمنت ديفيشن؟ احنا بنعرف السي الفيشن، ديفيشن يعني اما يكونها الفيشن او ديبريشن. اذا لقيت لها الفيشن او ديبريشن ذس از ديفيشن. بس ممكن ايش؟ اذا كان اقل من نص ملي، يعني اقل من نص ملي كيف بدك تشوفها؟ اهم شيء انه يكون ايش؟ اكثر من نص ملي هون، او التي ويف انفيرجن انها تكون ايش؟ اكثر من 2 ملي. ماشي، طيب مين الهاي ريسك بيشن اللي بيكون عندهم ايش؟ انستيبل انجينا او نن السي الفيشن امام، اللي عندهم ايش؟ ريبيتيتيف او برولونج تشيست بين. ايوه، بتوقع انه عندهم ايش؟ ايش الفيتد كاردو باي ماركرز، معناته نان اس تي. مظبوط مظبوط، مش شو اسمه انستيبل انجينا. بيرزيستنت اي سي جي تشينجز اوف اس تي ديبريشن اكثر من النص اللي حكيناهم، او نيو تي ويف انفيرجن اكثر من 2 ملم. هيمودايناميك انستابيلتي، البلد بريشر مرات بال ام اي ممكن تلاقي المريض يكون عنده تاكي كارديا، ممكن يكون عنده ايش؟ يكون عنده ايش؟ هايبر تنشن، ممكن يكون عنده ايش برضه؟ هايبو تنشن. اذا شفت السيستوليك بلاد بريشر يعني صار له هايبر تنشن، يعني لو اقل من 90 فتوقع انه يكون في عنده ايش صار؟ ام اي. سستيند فنتريكولر تاكي كارديا نفس الشيء، سينكوبي، ليفت فنتريكولر اجكشن فراكشن اقل من 40%.
تمام. prior angioplasty or prior CABG. CABG اللي هو ايش حكينا؟ هو coronary bypass graft. ماشي. عملية القلب المفتوح بيجي توصل شريان، تجيب شريان جديد وتوصل من مكان إلى مكان ثاني. تمام. ليش طبعا بدي أوصل من هون لهون أنا؟ لأنه حكينا في عندك ايش؟ في عندك شرايين كثيرة مسكرة والتشو هذاك مات، أو عفوا مش مات يعني قرب منك، بالتالي لازم أوصل له شريان جديد. وبالتالي أي مريض أنت عامل له هاي الشغلات أتوقع إنه ممكن بأي لحظة برضه يصير إشي جديد عنده. ماشي. اللي عنده دايبيتس، لأنه اللي عنده دايبيتس عنده مشاكل، عنده أتيروسكليروسيس، بالتالي بصير عنده شغلات كثيرة. وتتذكر إنه حكينا دايبيتس كثير نسبة كثير عالية بصير في عندهم إيش؟ كارديك ديزيزز. مظبوط. كرونيك كيدني ديزيز، كرونيك كيدني ديزيز تعمل لي خربطة، تعمل لي مشاكل. شو بصير في عنده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز راح تكون الكيدني انيبل تو اكسكريت بعض الالكترولايتس اللي عنده، بعض الانزيمز الموجوده عنده بالبدن. مظبوط ولا لا؟ وبالتالي ممكن يكون في عندي ايش؟ ارتفاع للبوتاسيوم اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز. هسه ارتفاع البوتاسيوم بعمل شيء اسمه هايبر اكتف تي وي، يعني التي وي بتكون ايش؟ تنتد هيك طالع لفوق، مش انفيرجن لتحت، لا طالع لفوق، هي اسمها هايبر اكتف تي وي. بس برضه الام اي على الاي سي جي بتعمل ايش؟ اذا ايرلي ام اي ممكن اشوف هايبر اكتف اي وي تي وي، فبفكر انها ام اي. الشغله الثانيه باجي بعمل فحص للتروبونين والسي كي ام بي بلاقيهم مرتفعات. برضه اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز الكليه مش قادره تطلع التروبونين برا الجسم، فبالتالي تلاقي التروبونين مرتفع عنده بشكل طبيعي لانه مش قادر الكدني تطلع، مش انه عندهم ام اي. ماشي. فالكرونيك كيدني ديزيز راح تخربطك على الاي سي جي، راح تخربطك بالماركر، بالتالي لازم يعني اذا تستثني هذا الشيء اعمل كرياتينين، اذا شفته مرتفع اكثر من 1.5 بدك تشوف الامور. نيجي الان للجنرال مانجمنت. هسه دائما الثلاث انواع، اول شيء اول ما بتشوفهم اسبرين. ماشي. ريكومند للجميع الا طبعا اذا في عندك ايش؟ كونتر انديكيشن للاسبرين. ماشي. اذا اول شيء المرضى اللي عندهم هاي ريسك اللي هم الهاي ريسك بيشنت لازم انا تريت اجريسيفلي. تمام. ماشي. ليش؟ لانه هذول المرضى يعني ممكن باي لحظه انهم يموتوا، بالتالي هذول لازم يتجهزوا حتى انا اعمل لهم انجيوغرافي حتى تشوف وين المكان التسكير وترجع تفتحه اللي هو ريفاسكولاريزيشن. طبعا اكسبت اذا كان في عندهم سيفير كومر بيديزيز ما بتقدر تعمل لهم الشغله. ماشي. طبعا العمر لحاله لازم ما يكون عائق انك انت تتدخل اجريسيفلي. ماشي. اذا ايج الون شودنت بي ا بارير تو اجريسيف تريتمنت. لازم اجريسيف، مو بيموت المريض يعني بدك تلحقه حتى هو اجريسيف او مش اجريسيف. يعني لو ما تدخلت اجريسيف ليش خايف عليه يموت؟ ما هو مات على الجهتين اذا انك ما تدخلت. تمام. ميديكال مانجمنت بعطي ايش؟ في شيء اسمه انتي بليتلت ثيرابي بيوند الاسبرين. طبعا ايرلي تريتمنت شود بي انشيت وذ اسبرين حكينا، او في عندك ايش؟ كلوبيديجريل والبرازوجريل. ماشي. بدك تعرف شغله عن الكلوبيديجريل لحاله. الكلوبيديجريل لحاله ما لا تستخدمه اذا المريض بدك تعمل له بعد شويه كابج، بدك تعمل له باي باس قلب مفتوح وتعمل له العمليه هاي انك توصل شريان جديد. ماشي. ليش؟ لانه عندك يعني بتخاف من ريسك، فيري هاي ريسك للبليدنج، فبالتالي الكلوبيديجريل بس تسمع سيره الكلوبيديجريل اعرف انه افويد ان بيشنت ريكويرد امرجنسي كورونري باي باس. شو بدك تستخدم بداله؟ في البراوسجريل والتيجريلور، هذول الترناتيف ليه. تمام. طيب الكلوبيديجريل اذا طبعا بوسيبل تكون فوق قبل 5 ايام من العمليه. تمام. اما اذا انه بدك ممكن تتدخل امرجنسي لا تعطي امرجنسي، ما راح تقدر تستنى 5 ايام بدك تدخل. لا. في شيء اسمه تيكاغروغلور، هذا بصير شو اسمه اللي هو بديل للكلوبيديجريل، يوز ان اديشن تو اسبرين ان اكيوت كورونري سيندروم. ماشي. Not clearly better than clopidogrel or prasugrel. ماشي. بس هيك حكي فاضي. هيبارين should be given alone along with the recommended antiplatelet therapy for the unstable angina او non aspiration. الهيبارين برضه لازم يشتغل. اذا لحد الان اسبرين ضروري. ماشي. هيبارين ضروري. تمام. ضروري تستخدم. طيب هسه معقول ما استخدم اكسجين؟ طب اكسجين يعني لازم اي مريض ام اي لازم تعطي اكسجين. مورفين برضه نفس الشيء، لازم تعطيه مورفين حتى البين يخف عليه
وإذا خف البين راح يقل الضغط عنده شوي إذا كان مرتفع من ورا البين. طب ليش مش حاطينهم؟ مش راح تشوفهم قدام إن شاء الله، بس مش حاطينهم لأنه الأسبرين له حكينا إيش؟ له خاصية إنه ديكريز المورتاليتي. الأسبرين مع الدراسات له خاصية إيش؟ ديكريز المورتاليتي، تمام؟ فعشان هيك حطيناه إيش؟ أول إشي. بينما راح تشوفهم قدام الشغلات الثانية لأنها نت ديكريز المورتاليتي. في عندك إشي اسمه إيش؟ جلايكوبروتين جي بي 2 بي و 3 إيه إنهبيتر، هاي للبليتلتس. The class of antithrombotic agent inhibit platelet function by blocking key receptor involving platelet aggregation. بتعرفين انه هذا بفيد بالايش؟ جلايكوبروتين. البليتلت بصير لها اجريجيشن مع بعض. انا هون بعطي الدواء حتى ايش؟ تتفكك البليتلتس وما ما بصير لها ايش؟ ما بصير لها اجريجيشن. تمام؟ طبعا هذا بستخدمه بالانسيبل انجينا والنن اس تي ان واي. ماشي بستخدمه. طبعا في عندك التايروفيبان والاف تي والاف تي فيباتايد، مش عارف وين بجيبوا هالاسماء. المهم انه هذول الاثنين هم نفسهم يعني من تحت هاي العائله. بقول لك هذول لازم للهاي ريسك بيشنت اللي لازم اتدخل معاهم انفيزف استراتيجي، يعني اللي بدك تعملهم انفيزف استراتيجي لازم تضلك ماشي معاهم. تمام. التايروفيبان كويس للمرضى اللي معاهم دايبيتس، كان اللي عنده دايبيتس ونن اس سي اليفيشن ام اي بدك ايش تعطيه؟ شو افضل دواء؟ التايروفيبان. تايروفيبان طبعا السايد افكتس للعائله هاي تبعت الجلايكوبروتين 2 بي و 3 اي ايجنتس انه شو بصير عندك؟ اكيد طبعا بما انهم اشتغلوا على البيتس ممكن يصير عندك دي. الشغلة الثانية ممكن يعمل ثرومبوسايتوبيني، ثرومبوسايتوبيني ماشي. بالتالي أنا لازم أتابع المريض أول 24 ساعة عشان أشوف إنه صار له ثرومبوسايتوبيني صار عنده ولا لا، ماشي. فهاي بتكون من 1 لـ 5.5% من كل اللي بتعطيه، بس يعني نسبة نعتبرها كويسة، ماشي. تبدأ أخاف من هذا الشيء. شو في دراج برضه بيعمل لي بليدنج ثرومبوسايتوبيني معروف؟ الهيبارين. مظبوط. الهيبارين اكيد بيعمل بليدنج. وفي شيء اسمه ايش؟ هيبارين اندوس ثرومبوسايتوبيني اللي هي الهيت، هيبارين اندوس ثرومبوسايتوبيني. وهون نفس الشيء هاي البلاك بروتين. انا شو ممكن استخدم؟ استخدم بيتا بلوكر، ماشي. شود بي جيفن انليس كنترول اندكيشن، ماشي. بيتا بلوكر برضه ديكريز المورتاليتي. بيتا بلوكر ديكريز المورتاليتي. بعطي اخر شيء يعني بعدين هسه باجي ايش احكي عن النيتروجلسرين، لان النيتروجلسرين ما بقل المورتي، ماشي، حتى يخفف لي البين. البيشنت اللي عندهم دايبتس لازم يكون في جود جلايسيميك كنترول بالهوسبيتال، وممكن امشيهم على انسولين حتى ينتظم السكري عندهم، لانه ما بدي يرتفع ويعمل لي مشاكل اكثر على الهارت، ماشي. الان انفيزف مانجمنت ايرلي كورونري انجيوغرافي. هون حكينا بعمل انجيوغرافي بشوف وين التسكير وبعمل له ريفاسكولاريزيشن، برجع بفتح المكان المسكر. فهذا خلال لازم ايش؟ خلال 48 ساعة تكون عامل، ماشي. لمين بتعمله؟ لمرضى الان اس تي واللي عندهم هاي ريسك فيتشرز، ماشي. اكسبت طبعا اذا كان عنده ايش؟ سيفير كوموربيديتيز ما تقدر تعمل له اياه، ماشي. مين هم الهاي ريسك؟ الهاي ريسك اللي يكون في عندهم بين واسكيميا ومش راضي يوقف حتى مع الميديكال ثيرابي. جربت كل الميديكال ثيرابيز هاي اللي قاعدين حكيناها فوق ولسه في بين. واول مرضى اللي عملت لهم اكسرسايز تيست بين عندهم ايرلي اكسرسايز وذ هاي ريسك فيتشرز اللي حكيناهم بالفيديو اللي قبل، صار عندهم بلد بريشر نزل فجأة كثير، او انه حكينا هون انه يصير ايرلي، حكينا كل ما كان ايرلي يبين الانجينا تبين بالاكسرسايز تيست كل ما كان التضيق او الانسداد اكثر، مظبوط. فهذول هاي ريسك، ماشي. فبالتالي هذول لازم اتدخل الى انفيزف ثيرابي، ماشي. هذول هاي بالنسبه لاول رسمتين رسمناهم اللي هم الانستيبل انجينا والنن استي الفيشن. الان الاستي الفيشن، استي الفيشن هو بحكي لك الاستي الفيشن برضه بتيجي بايش؟ نفس الشيء، كلهم نفس الشيء، بين نفس المانيفستد بيفور، بين تيبيكال ام اي، ماشي.
بس شو بده يبين عندي بال بي سي جي؟ راح يبين في اس تي اليفيشن وكيو ويف، قلنا تبين كيو ويف نازل ماشي. والبي ام بده يكون بريشر كواليتي وسب ستيرنال وريديت للجو، ممكن دزنس دايفريس تعرف وفوميتنج وبري ودزنيا شورتنس اوف بريث. حكينا النوزيا اند فوميتنج اكثر شيء مع اي ام اي، اللي حكى انفيريور ام اي ممتاز. الانفيريور ام اي هي بصير ايه بتحفز الفيجاس، والفيجاس راح يعمل لي نوز. طيب اللهم صل على محمد، صليت على النبي، اللهم صل على الله يجينا من الام اي والشغلات. The symptoms of MI last longer than 20 دقيقة، حكينا هذا الشيء. And do not respond completely to natural glycerin، مظبوط. The duration of pain is variable، pain may be resolved لحاله خلال ساعات أو ممكن يقعد لأيام أو يوم. الإلدرلي أو المرضى الديابيتيك بيشنتس are prone to atypical symptoms، في إيش اسمه atypical symptoms، ممكن يكون عندهم نوزيا ديزني. ممكن طلعوا شو كيف 20% منهم ايش سايلنت ام ولا ببين ايش. تيجي تفحص المريض بعد فتره، او بيجي المريض مثلا عنده مشاكل وكذا، تيجي تعمل له اي سي جي بتلاقي انه في عنده اولد ام اي. اولد ام اي فكيف بدك تعرف انه في اولد ام اي؟ صار لها زمان، صار له جلطه من زمان، بتلاقي كيو ويف كثير نازله تحت، يعني هيك لها اساسات كثير نازله تحت الكيو ويف. ماشي، اما اذا شفت كيو ويف نازله شوي ذس از ايش؟ اكيوت ام اي صايره جديد، بدك تلحق زيها زي الاس تي اليفيشن. لما تشوف اس تي اليفيشن او تي تمتد تي يعني هايبر اكيوت تي. طيب اذا في 20% منهم بيكونوا سايلنت ما يبين اي شيء ماشي. فبالتالي هذول لازم، وعم يقول لك هذول للاسف يعني بصير عندهم مشاكل لانه didn't impress the patient enough for them to seek medical care، يعني هم ما بيعرفوا انه عندهم مشكله حتى يروحوا على medical care لانه ما مش حاسس بشيء. طيب بالاكزام ببين عنده انه المريض صاير له anxiety من الخوف، بين diaphoresis غالبا بيكون فيه تعرض ماشي. بس البالس حكينا ممكن يكون normal، ممكن bradycardia. often bradycardia if present inferior infarction. طيب ليش inferior infarction bradycardia؟ وصدق حكينا هسه في انفاركشن بهيج الفيجاس نير، والفيجاس باراسمباثيك، والباراسمباثيك بيعمل البراديكارديا. هسه التاكيكارديا اذا كان في لارج انفاركشن ممكن اشوف انا ايش التاكيكارديا، لان الجسم راح يفش بالستريس فبده يحاول ايش يزيد الهارت ريت عنده، فبصير في عندك تاكيكارديا اذا لارج انفاركشن. فالتاكيكارديا بتخوفني اكثر من البراديكارديا. بلاد بريشر ممكن اليفيتد، بس حكينا قبل ممكن بالهاي ريسك انك تلاقي بلاد بريشر سيستوليك بلاد بريشر اقل من 90 ذيس از هاي ريسك، وانه يصير في عندهم انستيبل انجينا وغيره. الكارديك اكزام ممكن يكون نورمال، حكينا هون نفس الشيء، ممكن يصير في عندك فنتريكولار فيلير، فالف ديسفانكشن قلنا مضبوط، ممكن اسمع اس 4 لانه الفنتريكل حكينا الاس 4 اللي هو انه الفنتريكل صار قاسي من الام ار، فبالتالي بتسمع صوت مير مر اللي هو اس 4 لانه في عندك ستيفن فنتريكل، ويمكن اسمع كمان اس 4 غير اللي يكون في عنده ام اي. حكينا بالهايبرتروفيك كارديوميوباثي، يعني بالهايبرتروفيك بصير في هايبرتروفي مظبوط. مايتر ريجيرج ممكن اشوف لانه البابيلاري ماسل راح تموت فبتنشل من مكانها فبصير في مايتر ريجيرج. هاي مهمة. ممكن the second heart sound may be paradoxically split as the left ventricular contraction time increased due to left bundle branch block. شوف هسه second heart sound هو عبارة عن ايش؟ second heart sound عبارة عن تسكير الايورتيك فال والبلمونري فال مظبوط؟ لأنه first heart sound عبارة عن تسكير الميترال وايش؟ والترايكسبل. حلو. طيب بيقول في شيء اسمه ايش؟ split. في split يعني بيقول لك لما يصير في كونتراكشن هارت في فنتريكل بفضي قبل الفنتريكل الثاني، فبتسمع صوت فالف يسكر قبل الفالف الثاني مظبوط؟ فهي اسمها سبليت. بس بالوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي انك ايش تسمع؟ الايورتيك فالف بسكر قبل البلمونري فالف، لانه انت لما تعمل انهاليشن
لما تسحب نفس بيزيد ال بضل الدم يدخل على اللنج، تمام؟ فبالتالي بتسكر الايورتيك فالف، ولسه البلمونري فالف بتأخر عنها شوي، مظبوط؟ طبعا هذا كله يحدث بلحظات، مش انه تفكر انه بطول وكذا، تمام؟ لكن انه الايورتيك فالف غالبا بتسكر ايش؟ قبل البلمونري فالف. هسه اذا صار العكس، ايمتى بصير العكس؟ انه البلمونري فالف سكرت ولسه الايورتيك فالف بعده فاتح، تمام؟ ايمتى بتصير هاي؟ بتصير بحالة انه لما يصير في عندي اشي اسمه ليفت باندل برانش بلوك. الليفت باندل برانش بلوك على السريع بدك تفكر بانه في عندك ايش؟ ام اي، كثير خطير ليفت باندل برانش بلوك. بينما اذا في رايت باندل برانش بلوك بسيطة مش كثير مهم. فليفت باندل برانش بلوك لما يصير في عندك من اسمه بصير في بلوك، فبالتالي الفنتريكولار مصر بتتأخر شوي عبين ما تنقب، فبتسكر البلمونري فالف، بسكر بعدين بتسكر الايورتيك فالف، تمام؟ فبالتالي بسمع ايش؟ سبلت، لكن سبلت عكس الطبيعي، الطبيعي انه الايورتيك فالف بسكر قبل هذا، عشان هيك بسموه بارادوكسيكال. بارادوكسيكال يعني اشي غير، يعني غير منطقي، العكس يعني. يعني مثلا انك تعطي مثلا دواء حتى تقلل ضغط المريض، لكن الدواء هذا بيرفع ضغط المريض، ارتفع ضغط المريض، هذا بارادوكسيكال افكت للدواء، المفروض انه يقلل الضغط مش يرفع. او مثلا انك تيجي بدك تكون انت بتروح من الجامعه كل يوم عند اهلك وحابب تعمل روجيم مثلا، هذا الشيء برضه مستحيل، ماشي؟ لانك اكيد راح تنصح حتى عند اهلك، هذا بصير مع الجميع المسلمين. بالتالي هون increase due to ايش؟ left bundle branch block، تمام؟ فاذا سمعت paradoxical split ممكن ايش؟ تكون في عندك left bundle branch block. تسمع برضه paradoxical split اذا في عندك aortic stenosis، يعني في aortic stenosis left ventricle بده يفضي اللي فيه بس مش قادر لانه المكان اللي هو بده يفضي منه ضيق لانه في aortic stenosis، تمام؟ فبتاخر شوي عن البلمونري. This is برضه paradoxical split. في شيء مهم بس احفظه هيك، انه في شيء اسمه ايش؟ فيكست سبليت. فيكست سبليت بسمعه ايمتى؟ بسمع الفيكست سبليت اذا في عندك ايش؟ اتريال سبتال ديفكت، اتريال سبتال ديفكت. طيب ممكن ليتر لبعدين ممكن يصير في عندي ايش؟ مايلد فيفر، بريكاردال فريكشن اند رب، ماشي؟ بريكاردال فريكشن رب. طبعا هذا نتيجه لايش؟ نتيجه انه يصير في احتكاك بين القلب نفسه مع البريكاردال. طيب ايش الاحتكاك؟ شوف غالبا بعد الام اي في شيء اسمه دريسلر سيندروم. دريسلر سيندروم لما يصير في ام اي النسيج هذا بيموت بالهارت، فبالتالي بتكون انتي بوديز ضد النسيج هذا، لانه راح يصير نسيج هذا جديد غريب، تمام؟ فبصير في عندك شويه انفلاميشن بالمنطقه، فبعدها بده يصير في عندك مايلد فيفر وشويه احتكاك بين البريكارديوم والهارت، فبتسمع بريكارديوم فراكشن راب، تمام؟ ممكن يصير في عند المريض سبتال ديفكت، يعني الفنتريكل سيبتال ديفكت، يعني الفتحة اللي بين البطينين، يصير في فتحة بين البطينين. طب كيف يصير في فتحة بين البطينين وهو طول عمره طبيعي؟ ممكن انه منطقة من السبتم تموت، يصيبها ام اي، فبعد فترة راح تصير ويك، بعد فترة بصيرها ربشة، يعني سبتم ربشة، ماشي؟ ممكن يصير في عندك سيفير ميتال ريجيرج ديو تو ايش؟ بابيلاري ماسل ربشر كمان، ماشي؟ سيمبتومز حكينا على الاي سي جي شو ممكن اشوف؟ شوف اس تي اليفيشن اكثر من 1 ملم، ان تو ليدز، ان تو ليدز خصوصا الليمب ليدز، تمام؟ او اليفيشن اكثر من 2 ملم وين؟ بالتشست ليدز، تو تشست ليدز، يعني اكثر من 1 مل تو ليدز للليمب، او اكثر من 2 ملم ل تو ليدز على التشست، او اني اشوف الشغله هاي اللي حكيناها اللي هي ليفت باندل برانش بلوك، اذا شفتها برضه على السريع لازم اعرف. طبعا اشوف ممكن اشوف شغلات ثانيه، ممكن اشوف حكينا كيو ويف، قلنا كيو ويف بشوفها برضه، ممكن حكينا كمان هايبر اكيوت تي ويف، تي ويف تكون شوي رافعه برضه كمان بالدنيا. الانزايمز اكيد راح يكونوا مرتفعين، مظبوط؟ طيب انيشال نون سبيسيفيك لاي واحد شو ممكن تعطي؟ اللي حكيناهم اول شيء حكينا اوكسجين ثيرابي واي في لاين، ممكن اوكسجين ثيرابي ومورفين والشغلات هاي اللي حكيناها. ليش هون حاطينها؟ ليش ما حطوها بالاول؟ قلنا لانه this cannot decrease the mortality like aspirin، عشان هيك حطيناها بالاول aspirin والبيتا بلوكر. وانا هون برد اعيد لك انه الاسبرين لازم ينعطى، نيتروجليسرين والمورفين برضه لازم ينعطوا مع الاوكسجين كمان، بس حاطينهم هون لانه كلهم هذول
ما بيقلل المورتاليتي. اي في لاين لازم احط اي في لاين، لانه حكينا ممكن يصير في عنده ايش، ممكن يكون يصير في عنده هايبوتنشن، ممكن اذا كان في عندك جلطه كثير كبيره ممكن تموت، يموت نسيج كبير من الهارت، وبالتالي بده يصير في عندك كارديوجينيك شوك. وبالتالي اذا انت ما حطيت له هسه اي في لاينز، بعد فتره القلب يبطل يقدر يضخ كويس، فبالتالي ما راح تقدر تدخل الابره على الفينز، كل الفينز راح يصير كل لابس لانه قلل البلد اللي فيها، وبتخسر المريض من وراء انك ما حطيت له اي في لاين من اول. البيشنت هذول بيقول لك يوجوالي ايش؟ كومبليتلي اوكلودد، الرسمه اللي رسمناها كلها مسكره تمام، من ربتشر بلاك او غيرها. طبعا ليد تو ايش؟ ماي نيكروسس، خلاص المسلز راح ايش؟ تموت، نيكروسس راح يصير تمام. في شيء اسمه ريستوري كوروناري بيتنسي اللي هي ايمرجنسي ريبرفيوجن، انك انت تتدخل وتفتح هاي التسكيره اللي مسكره، حتى انك تحاول توصل ترجع الدم، والا خلاص تخسر التشو نهائيا. ريبرفيوجن اما انك تعطي فايبرينوليتك ثيرابي او بيركيتانيوس كورونري انترفينشن بي سي اي، فايبرينوليتك ثيرابي او بي سي اي. والفايبرينوليتك ثيرابي اللي هم السبتوكاينيز، واذا بتتذكر التشو بلازمينوجين اكتيفيتر اللي حكينا تعطيه حتى الثرومبوس اللي تكونت تنفك، مظبوط تنفك، وبالتالي بتروح الثرومبوس برجع الدم. بس قلنا اذا تتذكروا انه بقدر استخدم انتي ثرومبوليتيك او عفوا ثرومبوليتيك ثيرابي بالانستيبل انجينا والنون اسيليفيشن، قلنا لا تمام. فبالتالي حكينا انه هاي الاشياء بس بستخدمها اذا كان في عندك توتالي اوكلودد، يعني اذا في اسيليفيشن امامك. نيجي الان الى الاتش سي جي. الاتش سي جي هون طبعا كل اتش سي جي له عفوا كل ام اي لها شكل على الاتش سي على الـ على الاي سي جي، وين على الاتش سي جي تبع النسائيه؟ طبعا الاتش سي الاي سي جي له ليدز كثيره، في عندك اول شيء ليد 1 ليد 2 ليد 3 تمام. طبعا دائما انت ليش بتطلع على شو اكثر ليد الناس تطلع عليه؟ هو اللي بين فيه اختلافات اللي هو ليد 2 تمام. ليد 2 عشان هيك بالاخير بتلاقي ليد 2 مرسوم لحاله بشكل كبير رغم انه هي موجود هون زيه زي الباقي. عندك اي في ار اي في ال اي في اف في 1 في 2 في 3 في 6 في 4 في 5 في 6 تمام. طبعا هذول موجودين على الـ على التشست زي هيك، طلع كيف هون، شايف كيف صورة التشست هاو اعطيكوا هاي. طيب شايفين ال 6 فيز هذول في 1 في 2 3 4 5 6، شايفين كيف ماشيات ممتاز. هسه نفس تركيبهم ببين عندي شو الجلطات اللي ممكن تصير عندي. يعني مثلا لما تشوف عندك انت في اختلاف بال في 1 في 2 مثلا في 3، شو بدك تتوقع؟ تكون انتيريور، مظبوط انتيريور الامعاء من قدام، صح ولا لا؟ بينما اذا شفت مثلا في 4 في 5 في 6 شو بدك تتوقع؟ لا ترى الامعاء تمام. فهذا بالنسبه لل بالنسبه لل لل للاي سي جي تمام. هسه اذا شفت برضو اختلافات بالفي 1 في 2 بس اختلافات راح نجيها لقدام تختلف عن اي اختلاف ثاني، هاي ممكن ايش تكون بوستيريور، لانه شكل الهارت بالتشست انتوا عارفين كيف شكل الهارت بالتشست، ممكن تكون ايش بوستيريور. بس بالنسبه للانفيريور لها لحال وكثير سهل الانفيريور. هسه انتيريور اللي حكينا عنهم انتيريور هذول من قدام اللي هم من V1 ل V4، هذول كلهم بعتبرهم ايش؟ anterior. هسه anterior برضو او anterior septal كله نفس الاشي. يعني اذا شفت انت V1 ال V1 دائما بحكي لك انه V1 بتكون مع السبتل تمام، بينما عندك V2 ل V4 تكون anterior، هاي هيك anterior، بينما هون اذا شفت هون بكون في سبتل. هسه راح نيجي ونشوف شو الوضع بالضبط. مثلا بحكي لك الانفيريور احلى اشي واسهل اشي، طلع هون على الرسم اللي هون، طلع شايفين هون، بتطلع شايفين هون في عندي ليد، شو الرقم الليد هون؟ ليد 2 وهون ليد 3 وهون اي في اف تمام. شو مسوي؟ مسويين زي زاوية هيك صح؟ مسويين زاوية، هاي الزاوية بسميها زاوية القلب السفلية، بتطلع انا كأني بتطلع على الهارت من تحت، شايفين هذول الثلاث 2 و 3 و اي في اف، شايفينهم كيف؟ طبعا AVF بعرف انه ايش؟ inferior، يعني
inferior من تحت. هذول إذا فيهم اختلاف بعرف إنه عندي إيش inferior أم I inferior أم I. فهيو lead 2 lead 3 وال AVF this is إيش inferior أم I. طبعا شو ممكن أشوفه؟ حكينا تشوف إما Q wave ST elevation أو T wave inversion تمام، أو ممكن أشوف hyper acute T wave. ماشي، هذول ممكن إيش كلهم بدلوني إنه في أمان مش بس ST elevation خلاص. طيب الانتيريور سبتل حكينا بيكون في V1، بما انه سبتل في V1 من V1 ل V3 هاي ايش انتيريور سبتل، من V2 ل V4 هاي انتيريور، بعد هيك لتر تمام، بعد هيك لتر اللي هم ميتر V4 V5 V6 لتر. هسه معاهم AVL، بما انه في L هون كان AVF والF كانت انفيريور، هون بما انه AVL بده يكون L لتر، اذا هيك كمان واحدة زيادة لللتر. والليد 1 اللي هو ما راح تشوفه الا وين بس باللتر تمام. اذا V1 بشوفه بس بالسبتر اللي هو anterior septum، او والليد 1 بشوفه باللتر مع ال AVL V4 V5 V6. بستيريور بستيريور حكيت لكم اذا في V1 و V2 بس اختلافات بتختلف عن اللي هون، اللي هون حكينا اما Q wave او ST elevation او T wave inversion. هون اذا شوف بالV1 او V2 V2 tall broad initial R wave، يعني R wave بالV1 وV2 كثير طويلة، أو ST depression أو tall T wave، طبعا كله قاعد بحكي عن V1 وV2 ماشي. هاي بتكون إيش associated with usually occurs in associated with inferior أو lateral MI اللي هم بحكوا لهم، يعني هون خليها إنه posterior ماشي، إنه إيش posterior تمام. إذا هذا الجدول بهم ماشي. نيجي نرجع هون، هاي أول صورة، باجي بطلع lead 1 lead 2 lead 3، دائما بطلع على lead 2، lead 2 هون ما في شيء تمام، إذا lead 2 ما في شيء، فوقتها صراحة هذه شغلات كثيرة. باجي إيش؟ على الفيات، باجي على V1، V1 يعني بشوف في هون إشي ارتفاع شوي، المفروض يكون خط واحد، لكن مش مبين كثير. V2 هون مبين إنه إيش؟ في شوي طالع، في اختلاف، تمام؟ هون على V2 مبينة هاي V3 مش V2، هون بالV3 مبينة ايش في عندك؟ مبين انه في ST elevation مظبوط؟ اذا في اختلاف V2 V3 و V1 خلينا نحكي، وبالتالي شو بده يكون هذا V1 V2 V3؟ anterior septal ماشي؟ ف anterior septal اللي هو V1 V2 V3. نيجي هسه للي بعدها، اللي بده يعرفها بده يكون بطل تمام؟ نيجي على اللي بعده، نيجي هون طلع شو في عندك، نيجي نطلع هون نطلع على ليتو، ليتو شو شايفين انتم؟ مبينه اس تي اليفيشن، الاس تي سيجمنت رافع، هاي هون اس تي اليفيشن. طيب 3 برضه اليفيشن، والاي في اف اليفيشن، هذول الثلاث اليفيشن الزاويه هيك من تحت، شو معناته؟ This is inferior MR changes to 3 AVF. طيب نيجي على ايش اللي بعده، هون باجي اطلع عندي هون، خلينا نعمل شوية زوم كمان على المنطقة، مش راضي يعمل زوم خلاص. طيب هون في عندي ايش؟ طلع على ليد 2، ليد 2 هون في اختلاف بس مش اس تي اليفيشن تمام، في اختلاف لكن مش اس تي اليفيشن. طلع الكيو ويف فيها، الكيو ويف غريبة هون تمام، كيو ويف غريبة. طلع على ليد 3 التي ويف انفيرتد، التي ويف مقلوبة تمام، اذا تي ويف هون برضو ايش مقلوب. في عندي ايش على الليد 2 برضو في عندي اختلاف، في اس تي ديبريشن مظبوط، والكيو ويف برضو فيها خربط ماشي. هاي بحكي لك ايش انه بالاي في اف نفس الشيء، بالتالي هاي شو بحكي لك، هاي شوي صعبه يعني هيك، هاي من اس تي اليفيشن ام ار ماشي، لانه الاس تي سيجمنت مش اليفيتد، كانت ديبرس لتحت والتي ويف inverted، فحكينا إذا في ST deviation أو T wave inversion أكثر من 2 ملي، بالتالي بدك تتوقع نن ST segment ماشي. بس أنت بس تشوف اختلاف فتعرف إنه في عندك مشكلة، لكن غالبا بيكون إيش؟ بجيب لك الـ ST elevation MR يعني. طيب هاي اللي هذول اللي حكيناهم، هسا هون بس بحكي لك إنه شو الـ artery اللي شو الـ artery اللي occluded تمام؟ نيجي نطلع الآن على هاي الرسمة الجميلة للهارت. شايفين الهارت كيف؟ بس الهارت هيك شكله بالتشست،
بس شوي هاي المنطقة بتلاقيه هو قاعد عليها، بتلاقيه مايل شوي للجهة هاي، بتلاقيه نايم هيك، فهو نايم على الجزء هذا، فهذا الجزء منه هو الجزء عفوا هذا الجزء منه هو الجزء الانفيريور لأنه هو اللي نايم عليه. طيب هسه الهارت انتو عارفين له تو مين كورونري ارتريز اللي هم ليفت ورايت، سهلين. بس بدي منك انت الان حط ايدك اليسار على بطنك وحط ايدك اليمين على ظهرك. حطيت ايدك اليمين وين؟ على ظهرك، وايدك اليسار وين؟ على بطنك. فبالتالي الليفت كورونري ارتري بيكون بغذي المنطقه الانتيريور من الهارت، تمام، والرايت بغذي المنطقه الايش؟ البوستيريور من الهارت. بس هذول ايديك عباره عن ايش؟ ايدك اليسار هي عباره عن الانتيريور ديسندنج ارتري، الارتري اللي بيمشي بين التو فنتريكلز من قدام انتيريور، فهو عباره عن اي ارتري، بما انه ايدك هاي اي ايد اللي ماشي على بطنك؟ الايد اليسار، فبالتالي هو اسمه ليفت انتيريور ديسندنج ارتري، ماشي؟ ليفت انتيريور ديسندنج ارتري، هاي ايدك اليسار. ايدك اليمين اللي حكيت لك حطيتها على ظهرك، هيها ورا بس تلف لورا، بتعطي رايت بوستيريور ديسندنج ارتري، بتعطي البوستيريور ديسندنج ارتري، بيمشي برضه بين التو فنتريكلز بس من ورا. فبالتالي هون الرايت ارتري هيو، ماشي، وهيو غذي المنطقة هاي وله اسم، بصير منه جزء اللي هو مارجنال ارتري. هاي المنطقة اللي القلب بيكون قاعد عليها، فبالتالي هاي المنطقة اللي هي الانفيريور. إذا صار في عندك انفيريور ام اي، شو الارتري اللي بده يتضرر؟ رايت كورونري ارتري، تمام. طيب انتيريور وانتيريو سبتل شو بده يصير؟ هي انتيريور وهي انتيريو سبتل، المنطقه هي مين بده يغذيها؟ يغذيها الليفت انتيريور ديسندنج ارتري، مظبوط. فبتلاقي انتيريور وانتيريو سبتل ليفت انتيريور ديسندنج ارتري، يعني صارت المشكله بايدك اليسار، ماشي. اللهم صل على محمد. اذا اجى حكى لك لترال، لترال يعني من هون هيك، المنطقه هاي، المنطقه هاي برضه راح يغذيها ايش؟ الليفت انتيريور ديسندنج زائد هذا الارتري الصغير، شايفينه؟ سيركمفلكس ارتري، بلف شوي لورا. بما انه لللترال بدهم يغذوا السيركمفلكس والليفت ديسندنج ارتري. فاذا في عندك جلطه لترال ام اي، لترال ام اي شو بده يكون مسكر؟ بدك تتخيل انه ايدك اليسار هي اللي كانت على بطنك، فبالتالي وفي سيركمفلكس لاف، فالليفت انتيريور ديسندنج زائد السيركمفلكس. اللي حكى لك انتيريور تذكر ايدك اليسار لما كانت على بطنك، فالانتيريور بده يكون من الليفت ارتري او الليفت انتيريور ديسندنج ارتري. البوستيريور بده يكون من البوستيريور ديسندنج ارتري اللي هو اصلا جاي من اي ارتري؟ من الرايت، ماشي. وزي ما حكينا اهم شيء انك تعرف الانفيرو ام اي، هي شايفينها الانفيرو ام اي بالمنطقه هاي، مين اللي غذيها؟ الرايت كوروناري ارتري. فالمشكله بالرايت كوروناري ارتري، تتذكر الشكل هذا لما كنت احكي هيك، ليد 2 ليد 3 اي في اف اي في اف، شايفين نفس الشكل تبع الاي سي جي، ماشي. نرجع على السريع. طيب الان على السريع خلينا نشوف شو الابنورماليتيز بالاي سي جي. شو بشوف؟ حكينا شوف في immediately immediately، هذول بهموني اللي بصيروا الان، لما بدي اطلع بيجيني مريض بدي اطلع على الاي سي جي بدي اشوف شو بصير. immediately شو ممكن اشوف؟ اكثر شيء بشوفه ST elevation، مزبوط. طيب شو حكينا ممكن اشوف شغلات ثانيه؟ هايبر اكيوت تي ويف، يعني التي ويف طالع على فوق. قلنا وين ممكن اشوف هايبر اكيوت تي ويف؟ الكرونيك كيدني ديزيز. ليش؟ شو سببها؟ هايبر كاليميا، ماشي، هايبر كاليميا تعمل هايبر اكيوت تي ويف، تكون تول بيكت تنتد تي ويف، ماشي. هذول بصيرن ايش؟ immediately، تمام. او ممكن اذا شفت انا برضو كيو ويف، كيو ويف قصيرة شوي، ممكن كانت تكون بداية ام اي. اذا شفت كيو ويف طويلة كثير وحافرة اساسات بالارض، شو حكينا هاي؟ هاي ام اي صار لها زمان، ماشي، هاي 1 تو سيفرال دايز، يعني في عنده كان عنده ام اي بس ما تبتشو، ماشي. فهي كيو ويف تكون لونجر ذان 4% سكند، ماشي، بس غالبا تكون كثير طويلة، ماشي. تي ويف انفيرجن برضه ممكن اشوفها، بس تي ويف انفيرجن بشوفها اذا immediately بتكون نان اس تي سيجمنت الفيشن، اما اذا انه قديمة معناته هاي ايش؟ بتكون بتطلع من 6 ل 24 ساعة، بس دائما من 6 ل 24 ساعة مع مين؟ مع النن اس تي الفيشن، ماشي، رغم انهم حاطينها هون مع الاس تي. فانت بدك تطلع على كل الاختلافات، ماشي، بدك تطلع على كل الليدز، على كل الاختلافات،
حتى تعرف شو المشكلة. ودائما وأبدا، بس إذا كان في طبيب كارديولوجيست يعني لا تستحمل استشارته، لأنها حياة مريض. تمام. طيب هيك، هيك خلينا نوقف هون إن شاء الله. صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بالفيديو اللي جاي راح يكون قصير، لأنه ظل كم من هيك، ظل صفحتين تقريبا عبين ما نوصل كرونيك هارت، عفوا شو اسمه، هارت فيلير. بالتالي راح نشرحها مع السريع، اللي هي مانجمنت للريبرفيوجن وشغلاتها، إن شاء الله سهل. فسامحوني على التقصير وعلى التطويل. وهيك سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. الحمد لله رب العالمين.